مدى نصف الساعة نبقى مع قرآن السهرة. من الآية 32 من سورة الكهف يتلو علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن
خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره
فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك وأحيط بثمره ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة
بل زعمتم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها صدق الله العظيم.